الشغل اللي شغال حاليا شغل يعني لا يرتقي بمستوى محافظة الرياض. محافظة الفيوم زي ما حضرتك مهملة، شبكة الطرق زي الزفت في كل المجال، يعني داخل المدينة خارج المدينة، وحضرتك جايين طبعا عن طريق شايفين الكلام ده. فأنا لقيت إن أنا أولى مني إن أنا لازم يعني بنا أصلا في المحافظة، ولازم إن إحنا يكون في تعاون بيننا مع حضراتكم، لأن الكلام كده مش مظبوط. فقلت إن أنا هساعد مع حضراتكم كمحافظة، يعني شغلي، بس انا مضطر ان انا اساعد، مضطر ان انا ادفع مبالغ بحيث ان انا اوصل لحلول. مدخل محافظه الفيوم دي اول حاجه لازم نبدا بيها، لان مدخل سيء للغايه، مش مدخل محافظه. يعني لو مدخل قريه هيكون احلى من كده. بوابات طبعا زي الزفت، الطريق مكسر، حتى البلاطات اللي شغالين فيها انا بقالي 5 شهور هنا، من اول ما جيت وهم شغالين في البلاطات ما عملوش بلاطه، 6 شهور ما عملوش بلاطه. كل يوم بعدي وانا مسافر وانا جاي وانا طالع حمار، ما بلاقيش حتى في واحد واقف هناك، مقاول واقف هناك.